يعني لو أردنا الآن الدعوة في دعوة الناس في الشارع وتوزيع الكتب، هل يمكن أو لا يمكن؟ هذا نحتاج إلى مطلوب إلى حكومة. لابد من إذن الحكومة. وإذن الحكومة صعب في فيتنام. أيضا صعب. لأن كما تعلم الحكومة شيوعية. حكومة شيوعية، لكن أغلب الشعب أظن 81% بلا دين. نعم. بلا دين، بدون دين. الله المستعان. طيب، لكن ممكن تتكلم مع شخص واحد، تتكلم معه، تقول معه. نعم، يمكن أن نتكلم. ممكن. الله المستعان. الله ييسر يا ربي.